لا انا بقول لحضرتك، انا رافض تدريس العلاقه الجنسيه دي، سواء بقى بطريقه علميه بطريقه جوه الكنيسه خالص. في رساله يعقوب حاجه بتقول دلوقتي، ناس هتقول لك انا بروستانت، يقولوا اللي يقولوه عشان بتكلم الانجيل. لا تكونوا معلمين كثيرين، الكنيسه دورها روحي. ما هو اي اتنين بيحبوا بعض، ده رايي الشخصي، اي اتنين بيحبوا بعض العلاقه الحميمه دي هتتم زي الفل. هتقعد بقى نقول اورجازم، سامحني يا دكتور معلش اصل انا صريح شويه، نقعد نقول اورجازم ودي قالت له ما خرجناش ليه؟ احنا جايين شعب بقى له 7000 سنه حضاره علمنا العالم كله، هنتعلم ازاي العلاقه الزوجيه دلوقتي؟ ما انا هو ارفض بس الكلام. في ما هو في واقع بيقول انه في جهل بهذه المسائل والمشاكل هقول لحضرتك حاجه، ومشاكل كثيره جدا في الاسر نتيجه لا بسبب النكد مش بسبب انه ما يعرفش. هو النكد ليه؟ ما انا هقول لك لعدم واحده التواصل. لا